تحياتنا لحضراتكم، صباحكم زي الفل، واهلا وسهلا بيكم حلقه جديده على الهواء مباشره، والستات على النهار. صباح الفل عليك يا سوسو. يا صباح الفل، صباح الاشراق، واسبوع جديد وعليكم سعيد يا رب بالخير والبركه وكل الامنيات الحلوه دايما من الستات لمشاهدي الستات على النهار. صباح الفل عليك يا سوسو. من كتر الاخبار الحلوه اللي بنسمعها على ابطالنا، في كمان بعض الاخبار اللي بجد السوشيال ميديا لما بتتداولها بدون ما يبقى في تحقيق وبدون ما نبقى عارفين ايه اللي بيحصل بتهد ناس كتير جدا وبتضربهم في الصميم. انا بتكلم عن قضيه كيشو. كيشو يا جماعه طلع براءه من قضية التحرش اللي كانت المنسوبة لي من إحدى الفتيات الفرنسيات. ولو نفتكر إحنا كان عندنا حد عربي برضو وهو المغني سعد المجرد اللي قعد فترة طويلة يثبت براءته علشان خاطر اتهم في فرنسا بهذه القضية. في فرنسا من الدول اللي قضية التحرش أي بنت ماشية تتهم أي حد بالتحرش بتبقى هم عارفين الباور بتاع القضية دي وبيستعملوها كتير جدا. الحمد لله إن التحقيقات طلعت وعملوا كل الفحوصات وجابوا كل الفيديوهات اللي ممكن تدين كيشو إنه ممكن يكون عمل هذا الفعل المشين، والولد طلع زي الفل مفيش أي مشكلة خالص 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 وطلع براءة. لكن السوشيال ميديا عملت فيه إيه؟ قبل ما يطلع براءة اتهمته ويعني هلهلته السوشيال ميديا. يعني أنا أعتقد إن هو يعني محتاج علاج نفسي كيشو، صح ولا غلط؟ أكيد زي ما السوشيال ميديا بتفرح بالأبطال وبتحسسهم بالإنجاز، بتهد أبطال تانيين وبتشوه السمعة وبتجيب أجل أي حد فجأة في يوم وليلة. الناس صحيت على أخبار من الصحافة العالمية أنه تم القبض على لاعب مصري محمد إبراهيم كيشو وتهمته أنه هو كذا وكذا وأنه تحرش ببنت هناك وكانت الساعة كذا والشرطة قبضت عليه في لحظتها عشان تحقق معاه. طبعا الناس هنا ما صدقوا، إحنا ما بنصدق نلاقي أي حاجة سيئة ويبتدي مولد الذبح الحلال، اذبح يلا، دمر يلا، اغتال يلا، فما سكتناش، احنا ما بنسكتش الحمد لله، احنا يعني جايين في اي مصيبه فبنتعلق وبنجود وبنعلى. لكن الولد احنا اصلا ما بنتعاملش بنظريه اي متهم بريء حتى تثبت ادانته خالص، لان ممكن حد يتهم حد وهو مش متهم اصلا، يشوه سمعته ويالفوا قصص ويتخيلوا حوارات عن حاجه اصلا يقولك فيش دخان من غير نار. لا، في دخان من غير نار. السوشيال ميديا بقت بتعمل الدخان من غير نار، ده حقيقي، واحنا عايزين نصدق. احنا نفسياتنا رايحه للتصديق السيء، كل ما هو سيء وكل ما هو اسوأ احنا بنرتاح للقصه دي. يعني دي حاجه عايزه بحث نفسي وعايزه نشوف، دي عايزه حلقه بحلقه نشوف احنا ليه نفسيتنا بتروح ناحيه الشر السيء مش الخير. المهم ان الحمد لله السلطات هناك شافوا الكاميرات وطلع ان مفيش ولا اي حاجه من ال 12 دي نهائي، وانه ولا هو كان في مالها ليلي ولا هو كان سكران ولا عمل اي حاجه للبنت. يعني كل الحكايه مفيش تفصيله فيها نسبه صح. يعني فعلا ياما في الاتهامات مظاليم، مش في الحبس بس، احنا بنتهم الناس وبنقضي عليهم وبنحكم عليهم وبنبقى القاضي ورئيس المباحث والمحكمه، بنعمل كل الادوار واحنا قاعدين كده ورا اللابتوب حرانين او في التكييف او لا المشكله متضايقين او مبسوطين ايا مكان حالتنا المزاجيه، احنا بنصدر الاحكام بلا اي معلومه بلا اي اصلا. احنا مين عشان نحكم على ناس؟ سرعه ان احنا نصدق ده في هذا اللاعب المصري جاي من ايه؟ يعني دايما زي ما سهير قالت احنا محتاجين ان احنا سيكولوجيتنا احنا لازم نتعالج على فكره. ليه؟ الولد ده احنا ما نعرفوش، يعني اول مره بنشوفه في الاولمبيات وفي البطوله دي وعامل ومحقق نجاحات كبيره جدا. احنا ليه طول الوقت احنا كمصريين وهو واحد مننا ليه قررنا ان احنا نعدمه؟ يعني يعني هو لسه الوقت بيتحقق معاه في فرنسا، انت هنا في مصر قررت ان هو متهم وان هو شخص مش صح ومش مؤهل، وتعالوا بصوا يا اولمبيات وتعالوا شوفوا مين اختار مين طب
يعني احنا محتاجين كنا ناخد نفسنا. اولا فكرة الانتماء مصري، فاحنا مفروض ان احنا اللي كنا ندعمه ونقول ابدا مش مستحيل يحصل حاجة كده من مصري، ونبقى واثقين. يمكن كمان هم بيكونوا متابعيننا فيبقوا عارفين ان احنا ورا هذا البطل المصري. احنا طول الوقت عمالين نعدم في الرموز الصغيرة اللي بتطلع وكأنهم في بيننا وبينهم طار، كأنهم هم عاملين لنا حاجة او حد كعكس ولادكم. لا هو احنا ما بنقصرش الحقيقة، والله ما قصرنا، الكبير والصغير والمتوسط والعادي والغير عادي كل حاجة. ايه الحكاية بقى؟ الحكاية ان يعني كانت في خناقة في كافيه وهو كان موجود مع اصحابه فيها، والبنت ادعت وقتها عشان الشرطة اللي جت. اللجنة الأولمبية طبعا قالت انها تستنى التحقيق، ولو ثبتت الواقع هيتشتب اسمه نهائي من اللعب المحلي والدولي، يعني مستقبله كان هيكون انتهى واتقفل تماما. لكن بعد انتهاء التحقيقات وثبوت البراءة، اللجنة الأولمبية المصرية طلعت بيان رسمي أعلنت فيه براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، وأكدت أنه تم الإفراج عنه من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت التهمة كما ادعت عليه الفتاة، وتم حفظ التحقيقات بشكل نهائي لعدم وجود أي أدلة تدينه. وحاليا كيشو رجع مع الفريق بتاعه أو مع البعثة، طلع بس هيتحقق معاه هنا داخليا في مصر على إن هو ساب المعسكر بدون إذن. يعني بدل ما هذا الشاب كان هتروح مستقبله بسبب إن إحنا صدقنا فيه الوحش قبل ما هو أصلا يتحاكم، هذا الشاب رجع الحمد لله في مصر، وبس كل اللي هيتم التحقيق معاه هو ان هو ساب البعثة او ساب مكان البعثة بدون ما ياخد اذن حد. فالخبر ده على قد ما احنا حابين احنا نتكلم فيه، على قد ما احنا محتاجين نقول للناس بجد احنا زهقنا. انتوا ما زهقتوش؟ يعني انتوا مش لاقيين حاجه للدرجات دي تعملوها لدرجه ان انتوا مستنيين اي حد تسنوا عليه السكينه وتذبحوه وهو اصلا الولد بريء اهو دلوقتي؟ حد فيكم بقى هيعبر كيشو ويكتب له بوست بدل اللي هو كتبه فيه؟ حد فيكم هيشير لكيشو هو طلع بريء زي ما انتوا عملتوا فيه؟ هيقضي وعنده حق كل الناس اللي كتبت عنه من غير ما تنتظر اي حاجه ولا تشوف هو عمل كده ولا ما عملش. يعني كل الناس اللي زاطت في الذبح ده بالظبط كله هو عنده حق تماما في ان هو هيقاضي الناس دي وهيرفع عليهم قضايا. لكن خلينا نقول ان مفيدة رغم كل الاحباطات في الاولمبياد من حاجات كتيره جدا جدا، لكن كان في احمد الجندي وساره سمير عملوا انجاز كبير ونشيد بلادي والعلم المصري اترفع، فاحنا بنقول لاحمد الجندي وساره سمير الف مبروك. يبقى لازم زي ما بنقول ان في طول الوقت اخفاقات، ولازم يبقى في كلام في قصة الأولمبياد وحاجات كتيرة جدا محتاجة، بس برضو مش احنا اللي نحكم، محتاجين الناس اللي متولين الأمر هم اللي يدوروا ويشوفوا ايه اللي حصل. محتاجين طالما في حاجة حلوة كده لازم ان احنا نقول لهم مبروك، وكمان الرئيس السيسي هناهم فألف مبروك، وأي حد بيعمل حاجة حلوة لمصر احنا بنبقى سعداء جدا جدا، أكيد اسم مصر لا يليق به إلا النصر. ألف مبروك، ولكن طبعا يعني شرفونا أكيد، لكن احنا عندنا حاجة لازم نقعد نفكر فيها، مش احنا المسؤولين أو لمن يهم الأمر في عالم الرياضة المصرية، احنا محتاجين ان احنا نقعد نفكر احنا الهزيمة دي والإخفاقات دي ايه كان سببها؟ هل قلة تمرين، قلة إمكانيات، قلة لعيبة مختلفين كتير عندنا أوبشنز كتير ننقي منهم، ايه اللي حصل؟ لأن يعني نتائجنا في الأولمبياد مش حلوة، وكتير من المصريين زعلانين، ورغم إن إحنا حاولنا بقدر المستطاع إن خلال الفترة دي إحنا كإعلاميين إن إحنا نقف جنب البعثة ونقول كل حاجة إيجابية، حاولنا بقدر المستطاع نطلع كل الإيجابيات وما نحاولش نعمل ستريس على السلبيات، بس بحقيقة الأمر السلبيات داست علينا. يعني السلبيات جت كسرت فينا ان احنا مش عارفين
نتكلم غير في الحقيقه ان الابطال اللي جابوا البرونزيه والفضيه و لكن اكتر حاجه مزعله جمهور المصريين، ودي انا بوجه رساله لمن يهمه الامر في عالم الرياضه، هو الفريق الاولمبي. قد ايه احنا كنا متحمسين، يمكن الاسبوع اللي فات سهيل ما كانتش موجوده وقت ما انا قلت انا متاكده ان هذا الفريق ناجح وان هو هيعمل شغل حلو، احنا كسر بخاطرنا واحنا مش فاهمين ايه اللي حصل، من فريق قوي جدا بيلاعب فريق قوي فرنسا لفريق احنا مش عارفين مين ده يتهزم الهزيمه دي. احنا محتاجين نقعد ناس فاهمين على مائده الرياضه في مصر، كفايه كده مجاملات، كفايه كده محسوبيات، كفايه يبقوا في شخصيات جوه الاولمبيات او جوه البعثه بنت فلان وعلان وبنت عم علان وبنت اخت فلان، وكلهم ما كانوش يستحقوا ان هم يمثلوا اسم مصر في الاولمبيات، وكان في لعيبه تانيه كانوا عندهم القدره في تمثيل اسم مصر، بس الكوسة والمحسوبية هي اللي طلعت الناس دي. احنا لازم نفتح هذا التحقيق، ولازم اللي بجد قلبه على الرياضة في مصر لازم يبص على الملف ده، الملف ده هيطلع منه حاجات احنا مش هنبقى حابين ان احنا نسمعها. التعليم، نروح للتعليم بقى. التعليم رسميا، تقولي انت ولا اقول انا؟ اتفضل. يعني انا عايزه اقول لكم ان عقد الاستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اجتماع امبارح مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، وحددوا يا جماعه موعد بدء الدراسه. موعد بدء الدراسه السنه الجديده هيبقى يوم 21/9/2024. خبر غير سعيد لاولياء الامور، لان الدراسه فكرة ان دراسة خلاص على الابواب، فالناس لسه ما لحقتش تشم. ليه يا سؤال؟ قدامهم شهر. الناس اللي تعبوا والثانوية العامة لسه مخلصة لا والدروس لا برضو اكيد يعني انا حاسة بالامهات. لا بس في امهات تانيين اللي هو قبل الجامعي مالهم؟ ما هم اللي هو انا بتكلم في الابتدائي، ما هم مساكين. لا مساكين ليه؟ كل الامهات مساكين. طبعا بس هم اخذوا فتره حلوه من الاجازه وفي شهر تاني 21/9، يعني سيبوا الساحل يوم 20/9. هم مش كل الناس في الساحل على فكره. او ما تصيفوا يعني اقفلوا التصيف والبحر 20/9. الفكره التوتر، وانت بتفتكري ما الدروس بتبتدي وبيبتدوا دوره الدروس ودوره الحقيقه. لا يعني بجد الفكره صعبه جدا. صحيح الخريطه الزمنيه دلوقتي بقت معروفه ومحدده انه الدراسه زي الترم الاولاني من ايه؟ من 21/9 لغايه ايه؟ بداية الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير ل 5 يوليو و من 21/9 الاول الترم الاولاني 21/9 ل 23/1 ل 23 وبعدين ناخد اجازه نص السنه. بس خلاص الفكره ناخد اجازه السنه ونرجع يوم 8 فبراير 8/2 ونقعد نذاكر في الامتحانات ونمتحن اخرنا 5/6. يعني الامهات دلوقتي انا حاسه بيهم ناعيين. بدايه شنط المدارس والحاجات السبلاير والحاجات المستجدات العجيبه دي واللانش بوكس والفليكسات ويا جماعه هو العمر واليونيفورم والجزم بيجري جدا. احنا عايزين شيء عادل في العالم الغير عادل. ان يحصل ايه بقى؟ ان السنه تتحسب 5 سنين، يعني احنا كل 5 سنين أيوة. يبقى عندنا سنة جديدة، لأن السنة كانها شهر، كانها شهرين، فما بنلحقش، فاحنا عايزين اللي هو احنا مثلا في 23 ولا في 24؟ احنا في 24 بيبي. في 24؟ فاضل لنا عارف كام على 25؟ مش عايزة أعرف. 25 فاضل لها، احنا في شهر 8 9 10 11 12، احنا فاضل لنا 4 أشهر على السنة الجديدة اللي هي 25. أنا مش طيب مصدقة. أنا بقى عايزة، أنا مش فاكرة 24 ابتدت إمتى. احنا نقعد في ال 24 دي كمان 4 سنين، فنبقى خدنا في كل سنة 5 سنين، ده العدل. لكن الوقت بيجري والعمر بيجري وتحسب علينا واحنا ولا عشنا ولا انبسطنا وتعبنا وجرينا ما حسينا في ايه، فناخد نفسنا كده السنه بخمس سنين. خمس ايه رايك؟ انا بخمس سنين عشان الحسد. خمس سنين
ده العدل الحقيقة. لكن ايه 24 خلصت، ايه 25 جاية، ايه 23؟ لا ده احنا محددين إيه؟ كمان 25 لما تيجي عندنا اجازة نص السنة هتبقى، استنى هقول لكم افكركم، اجازة نص السنة هتبقى يوم 24/1/25 وهتخلص يوم 8/2، يبقى احنا في اسبوعين، ومن 8/2 السنة الجاية لغاية شهر 6 اللي هو 5/6 احنا عندنا مذاكرة. هي خلصت خلاص اصلا. انا بتكلم يعني يا ريت 25 تفضل قاعدة عندها، احنا عارفين ايه اللي هيحصل. لا هو احنا 24 تفضل مكملة معانا 5 سنين كمان لحد ما نقوم نقول ان احنا في سنة 25. فعلا العمر بيجري، والسنة دي احنا بدري قوي على ان احنا نتكلم على السنة دي، لكن السنة دي كم الحبايب اللي فارقونا الصغار وهم يعني في عز الشباب كتير. الدنيا كنت قاعدة مع مجموعة من أصحابي امبارح، بجد الحياة ما بقتش مضمونة. يعني احنا كنا زمان بنقولها كده كلاشيه، الحياة مش مضمونة، دلوقتي احنا متأكدين من اللي احنا بنقوله. عارفة لو انت فعلا مش ضامنة بكرة في ايه، بس خلي بالكم احنا انتوا هتنزلوا على المدارس، ولا ضامنين بعد ساعة ولا بعد دقيقة ولا بعد 5 دقايق، احنا في رحمة ربنا، احنا طول الوقت تحت يقين رحمة ربنا ليس أكثر، وربنا يديكم العمر والصحة. النهاردة الدكتور نبيل قط الحلقة بتاعته، فاكرين احنا الأسبوع اللي فات كنا معانا مجموعة من الأشخاص اللي كانوا بيقولوا ازاي هم بيتعايشوا مع الاكتئاب اللي جالهم او الستريس، التوتر اللي جاب لهم امراض، وازاي قدروا ان هم يخرجوا من الستريس ده. بس بعد ايه؟ من ضمن الضيوف اللي كانوا موجودين سيدة عظيمة قالت يا جماعة انا بقى عندي جروب ثيرابي احنا عملناه، مجموعة ستات بيقعدوا مع بعض من مختلف انحاء الاماكن الموجودة، كل واحدة ليها دور، بس وجودهم في حياتي هو اللي خرجني من الاسترس، وهو اللي خلاني اتقبل الذئبة الحمراء، وهو اللي خلاني ابص بطريقة تانية وزاوية تانية. فاحنا كنا طلبنا منها ان احنا نلتقي بهذه المجموعة علشان نتعلم منهم الناس دي عاملة ايه، هي بتعمل ايه، الجروب ده مين، ازاي. فالنهاردة معانا من المجموعة دي علشان النهاردة نعرف نقول لحلقتنا او نحط لها تايتل، هو ان احنا التعايش مع الاسترس اللي بيجيب اكتئاب فبيعينا وبيجيب لنا امراض ازاي، هو ده اللي هنعرفه من الفقرة دي. ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل؟ التالي كيف يمكن التعايش مع الاكتئاب؟ انت فاكراني اتجننت وجابالي دكتور نفساني؟ كنت فاهم ان هما مشوني من الشغل علشان كده تبقى غلطانه. انا سبت شغل بمزاجي علشان انا عاقل مش مجنون. جميعنا نشعر بالاكتئاب من وقت إلى آخر، وهذا أمر طبيعي، فالاكتئاب اضطراب مزاجي يؤثر على المشاعر والأفكار والسلوك، ويشعر المصاب بالاكتئاب بالحزن الشديد وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقاً. ويرى علماء النفس التعايش مع الاكتئاب ليس بالأمر سهل، فهو يشكل تحدياً كبيراً في الحياة اليومية، لكن يمكن السيطرة عليه والعيش حياة سعيدة. فكيف يمكن التعايش مع الاكتئاب؟ وهل هناك نمط حياة معين يساعد على ذلك؟ الحقيقة إن مش عيب إن احنا نقول إن كلنا ممكن نكون تحت ضغوطات الحياة، ممكن يكون عندنا مشاكل نفسية، بس احنا ممكن ما نكونش عارفين ان احنا عندنا مشاكل نفسية. لكن الفرق ما بيننا وما بين الانسان الشاطر هو انه يبقى عارف ويبتدي يقرر ان هو يدور على علاج. ولما الناس كتيرة جدا بتبقى قلقانة ان هي لو راحت تاخد علاج
مش عايزة الأدوية ومش عايزة ومش عايزة، فتبتدي تعمل لنفسها كوميونيتي تحاول فيه إن هي تخرج المشاكل اللي هي بتعاني منها، فبتلاقي إن في تجاوب، فبيبتدي الموضوع يبقى بنسميه بالبلدي كده متعايش مع المشكلة اللي عنده، متعايش مع الاكتئاب اللي عنده، متعايش مع اللي مضايقه. الحقيقة إن كلمة متعايش دي معناها إن أنا أبقى موجودة في جروب، أو زي ما كنت بتكلم مع الدكتور نبيل وهو صحح لي قال لي سبورت جروب. السبورت جروبس دول اللي هو المجموعات اللي بتبقى موجودة الداعمة للأشخاص المشتركين فيها على حسب المشكلة اللي هم بيعانوها، دي أصبحت الترند الموجود في العالم، وأصبحت عندها نسبة نجاح كبير جدا في إن هي بتستوعب الحالات، بتساعد على ان احنا نمسك المشكلة بتاعتنا، وبتساعد على ناس كتير جدا يتغلبوا على حالات الاكتئاب المرضية اللي هم بيعانوا منها. خلونا النهاردة نتعلم منهم، خلونا النهاردة نسمعهم، خلونا النهاردة نعرف جات لهم الفكرة ازاي، عملوها ازاي، هم حاسين بايه، ايه بداية الموضوع، عرفوا منين ان هم عندهم مشكلة وبيعانوا من حالة اكتئاب. فبيسعدنا النهاردة يكون موجود معانا طبعا دكتور نبيل القط، وهو صديق وزميل دلوقتي بقى معانا، يعني ممكن يقدم معانا الحلقة، استاذ نبيل القط استشاري الطب النفسي. انا وسهلا بك يا دكتور. استاذة اسماء المصري عضو من مجموعة الصحبجية. أهلا وسهلا. وهايدي رضوان أهلا وسهلا. أهلا بيك. عضو من مجموعة الصحبجية. مؤسس. عضو ومؤسس. أنت المؤسس. أنا وناهد. أنت وناهد. أنت وناهد. ناهد السيد. ناهد السيد. طيب الصحبجية دي إحنا هنسميها هو مجموعة، ولكن هم في حقيقة الأمر يمثلوا واحد من أهم السبورت جروب للنساء، سبورت جروب للنساء. عملوها ازاي، بيعملوا ايه، كل ده هنعرفه في الحوار. وبنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين ولضيوفنا الامارات اللي منورينا النهارده، وطبعا ودكتور نبيل. انا بتهيالي لسان حال الناس كلها بدرجات مختلفه، اي مكان بقى الاكتئاب ده مزمن وصعب وقاسي او موسمي طارئ او أنا مكتئب، إذن أنا موجود. أنا شخصياً طول الوقت بحس إن أنا مكتئبة، لما يحصل أي حاجة بكتئب. الدكتور نبيل يشخص ده اكتئاب شكله إيه، لكن إحنا بنعمل لنفسنا إن إحنا مش واخدين بالنا، مش مكتئبين، بنتعايش عشان الدنيا تمشي. أسمى، قبل ما نتكلم عن الصحبجية وهي حاجة رائعة جداً، بنحيي ناهد السيد جداً وبنحييكوا، أنت الوحدة كانت طريقك لان انت تبتدي تاخدي بالك ان في حاجه اسمها اكتئاب، وبالتالي تبتدي تدوري على الخروج منه. ده حقيقي. طبعا بما اني انا يعني انا بعتبر نفسي في بلدي الثاني، يعني ودي حاجه انا انت من ليبيا. انا حاجه معتزه بيها قوي. انا جيت هنا عشان بنتي بتدرس، ف لقيت نفسي داخلة في دوامة اني انا كل اللي محطوط عليا اني انا اركز في دراستها، في البرنامج بتاعها ازاي، فلقيت نفسي شوية شوية بتقوقع على نفسي، وبقيت حبسة نفسي في دوامة واحدة بس، هي انا وبنتي، فما كانش عندي حاجة اخرج بيها من الدوامة دي، لدرجة ان هي سببت لي نوع من الانعزال، فما بقيتش حتى لما حد بيحاول يكلمني او اي حاجه برجع لورا، خطوات لورا. خليني اسالك، انت قبل كده اسماء في ليبيا كان عندك الكوميونتي بتاعها، كنت كده برضو؟ لا. يعني كنت منفتحه؟ عندك ناسك واهلك؟ لا، يعني اللي هي دايره الاهل وكده، الصحاب، بس حصلت ظروف خلت الكوميونتي ده يتفرق. فعشت فترة لا بأس فيها برضو وحيدة، فلما جيت هنا حسيت بالوحدة أكتر، مع أن مصر البلد الأول مكرر لكل العرب، مش البلد التاني. لا بالعكس، أنا زي ما قلت لك أنا حسيت نفسي في بلدي، ما بس الكوميونيتي اللي كنت عايزة أخرج افتقدتي. مش يمكن أنت الفترة اللي أنت عدتيها في ليبيا برضو في منعزلة
أثرت عليكي حتى لما جيتي مصر؟ يعني ممكن تكوني انت جاية بمردود من ليبيا؟ لا أنا الصراحة أنا كنت جاية وحاسة أني عندي أمل أني أنا أخرج من ال يعني أنت أوريدي كنت دخلتيها دخلتي لحالة الوحدة. أنا لما أيوة أوريدي كنت داخلها، فلما جيت هنا كان عندي أمل أني أنا أخرج من الحالة دي. بس لما اتطحنت بقى في طحونة الحياة والالتزامات وكده، وخصوصا انه لما تبقي سنجل مادر يعني فما فيش حد دعمك او بتبقي لوحدك، فحسيت انه لا انا كده ممكن الحاله اللي انا هدخل فيها دي هتاثر على بنتي كمان. ليه حسيتي ايه اللي حصل؟ حسيت انه انا لوحدي، ما بتكلمش مع حد، ما ايه اللي حصل بينك وبين بنتك حسيتي ممكن تاثر عليكي؟ بنتي ليها حياتها، بتخرج دراستها، بتقضي وقت طويل في الجامعة، لما بترجع تعبانة، عندها نظام دراسة فبتذاكر، فالوقت بتاعها يدوبك مقسمه لنفسها هي. فما جيس أنا لما فكرت أني أنا أحط حمل عليها هي كمان، هي هي لها حياتها لسه في بادية عمرها، فبالتالي أنا لازم يبقى ليا حياتي، ما تبقاش حياتي مربوطة بيها. صح. فبالصدفة مرة خرجت في رحلة كانت بنتي هي اللي أقنعتني بيها، وأنا برضو بعزو الفضل البنت إن هي دخلتني الجروب ده، فقالت لي في رحلة طالعين جروب ستات وهي خارجة وهي وصاحبتها معاهم، فتعرفت على السيدة ناهد ومدام هايدي وابتديت الجروب بتاع الصحبجية. الصراحة أنا حسيت نفسي إني أنا بقيت بكون مجتمع جديد، أو بالأصح أسرة جديدة، أخوات، صحاب، لما بتقعي في مشكلة بيبقوا هم سبورت ليكي، لما عايزة تتكلمي حد يسمعك هم مستقبلينك بصدر رحب بيسمعوكي، وقعت في مشكلة بيساعدوكي، فده خلاني غير حياتي 180 درجة. ده حقيقي. 180 يعني فكرة الدعم، وجود دايرة الدعم دي هي اللي بتخرجنا من اي حالة بؤس، خلينا نسميه بؤس نفسي. لا ده حقيقي. انا عندي سؤال، ايه شروط العضوية؟ يعني طلبوا منك ايه؟ او هل انت مثلا عندك مشكلة مزمنة؟ هل مجرد رغبتك في ان يبقى عندك كوميونتي مثلا؟ او بص على مختلف المراحل، يعني مع اختلاف الحالات اللي مشتركه في الجروب ده. اوكي. ما فيش اي شروط، هم مستقبلين الرغبه في الانضمام. الرغبه في الانضمام في أن لا الرغبه في التغيير. انا عاوزه ابقى معاكم يعني. أوكي. مجرد بيجي لنا رساله على اي فيديو او اي ايفنت بننزله بلاقي وابل من الرسائل، انا ممكن ما نمش. انا بقالي مثلا 24 ساعه نزلنا 48 والله نزلنا بس فيديو، كم من ناس. احنا بدانا نكون مجموعه جديده للنص الثاني بقى ناحيه التجمع ومدينه نصر ومصر الجديده. طيب. انا قبل ما نتكلم على المجموعه دي انا عايزه اتكلم عليك انت هايدي. انت كنت فين وبتعملي ايه وايه اللي حصل لك عشان تكوني المجموعه دي؟ هو غالبا كلنا بقى بتتغير حياتنا لما اولادنا بيكبروا شويه. انا اصلا من المنصوره. اوكي. فبنتي دخلت الجامعه هنا. اوكي. فقعدت اول سنه لوحدها، فانا حسيت ان هي انا ولادي صحابي قوي، فانا افتقدتها لازم انقل بقى. اوكي. فجيت وجينا نقلنا هنا وعملت شغل. ايه؟ كان عندي ارت سبيس. ارت سبيس. يعني سن ولادي بقى وبنتي بتلعب مزيكا والحاجات دي، فقلت لا يعني نخلي حاجه انا مش بتاعت نوادي وكلام من ده. نشاط بس قدام عينك. نشاطي. ويكون هنا اغلب اكتوبر مغتربين اللي بيجوا يدخلوا جامعات وبيبقوا مالهمش اهل، فانا كنت ماما وخالته وعمته وكل الحاجات دي. يعني مكتبي كان لازم على طول كل يوم حد قاعد معايا بيفضفض unconditional mom يعني، فكانوا بيحكوا معايا من غير ما احكم عليهم ونحل الموضوع مع بعض بلذاذه ونغني سوا. انت كنت تعبانه من حاجه؟ اكيد. اول ما نقلت كنت برضو ايه مستغربة الجو شوية. كنت باجي ادخل على الكومباوند على الجراج، ادخل شقتي معرفش ان اساسا الكومباوند ساكن، لغاية ما في يوم طلعت برا فلقيت لا في جيران حلوة وفي ناس وولادنا بقوا اصحاب وحاجات كده، وانا ما بقفش قوي عند حتة اكتئاب يعني، ازعل كده وهوبا اقوم اعمل يعني مش لازم احكي يعني، بس انا مع نفسي بحاول اشغل نفسي شوية. انا بحب ارسم، بحب اغني، بحب اعمل حاجات، وعشان بقى الناس اللي هي بتبقى عايزه تطلع طاقه بس بره المرض
يعني المرض انا شايفه ان هو لازم حد يروح ل... انت قررتي انت تعملي جروب لما حصل ايه؟ لما انا لظروف ما روتينيه او حاجه عشان المنطقه اللي انا فيها الار سبيس بتاعتي كان حاجه تبع الجهاز او حاجه كده فاضطريت اقفل. ونهت تقريبا كان عندها نفس النشاط بتاعي وهي كمان قفلت، فاحنا اتقابلنا ولقينا ان احنا كنا بنعمل نفس الحاجه تقريبا مع بعض. صاحبنا شويه وبعدين قلت لها بقول لك ايه، ايه رايك في الحفلات اللي بيعملوها بره في المغرب وفي تونس وحاجات كده، الغناء الجماعي والحاجات دي، انا بحب الحاجات دي. قالت لي يلا نعملها. كلمت طبعا عشان كان عندي ولاد كتير بيلعبوا مزيكا وبنات وحاجات كده وهم شاطرين، وبدانا حفله في اتنين. وقبل الحفله وبعد الحفله بنقعد مع الناس شويه، لقيت في كلام. كلام ايه؟ الموضوع مش على قد ناس جايه تحضر حفله بقى، الحفلات ماليه الدنيا وفي الاوبرا وفي هي جايه تتونس، جايه تتونس بالظبط كده. ابتدوا يفتحوا لبعض عن مشاكلهم. سمعت ما لا اتخيله او ممكن ما اتخيلش ان القصه دي راكبه على الشكل الحلو المنمق اللي قدامي ده، يعني ست هايلمان والدنيا وكامل برستيجها. وجوزها بيضربها؟ ممكن جوزها بيضربها، جوزها بيمنعها، بتيجي من وراه، مش عارفه يعني في حاجات مش مظبوط، مش مبسوطه يعني. هي في ناس كتير مكمله، انا بسميها مكمله غلب. يعني اللي هو هروح فين، هعمل ايه؟ لا دي بالظبط انا قاعده في البيت، حد فاتحه وبيدفع الايجار وبيجيب اكله وكده والولاد ما ولا. طيب. انا شايفه ان ده غلط. انت قلتي انك انت نزلتي اعلان تاني، هو ايه الاعلانات؟ انت انا مش نزلت اعلان خالص، نهت على الاكونت بتاعها العادي، نزلت فيديو من الحاجات اللي احنا بنعملها. اللي هو كان ايه بقى، غنى؟ فيديو جزء من حفله بنغني. الحفله اللي هو ان انت انا بحب الحفله دي على فكره، تعالي لازم تبصي. عايزه انا هيجي لها غير كده وغير كده كمان. في حاجات ثانيه، في حاجات ثانيه احنا بنعمل كورسات وورش، حتى اللي عندها موهبه مستخبيه بتطلعها، هي مش عارفه ان هي عندها حاجه تقدر تعملها. واكتشفت كمان حاجة تانية، في ستات بيبقى عندها موهبة أو حاجة هي سطرة فيها، بس اللي حواليها بيحبطوها. صح. وهي سايبة الثقة. أيوة، وما بيدوهاش الثقة يعني. ما فيش سبورت يقول لها لا أنت بتعملي. أنا في واحدة تعرفت عليها في الجروب لما كنت في ورثة من الورث تجديد الملابس، فبتقول لي فعملت حاجة حلوة. قلت لها الله ده أنت مبدعة. قالت لي انت بتتكلمي بجد؟ قلت لها قالت لي لا، قالت لي انا حاسه نفسي ان انا ما بعملش حاجه. قلت لها لا بالعكس، انت بترسمي حلو قوي وبتعملي حاجات حلوه قوي. قالت لي ما في ليه، ما فيش حد بيقول لي كده. قلت لها معقوله سافوا شغلك او ما حدش قال لك حاجه؟ قالت لي لا ابدا، ده حتى حطموا لي ثقتي في نفسي. يعني انتوا بتطبطبوا على بعض بالظبط، بتطلعوا المواهب اللي عند بعض، بتحكوا لبعض، لا بتدينوا بعض لكن بتساعدوا بعض خالص. ملناش احكام. انا بس عايز عندي، بس عايز كنت عايز اعرف تقدروا تقولوا ايه السمات المشتركه او ايه المسمى العام للمجموعه، او يعني لو انت قادره انك تطلقي على هذه المجموعه اسم او غير الصحبجيه، يعني وصف وصف ليها او الكرايتيريا او السمات العامه ليها او وهكذا. يعني هل في عوامل مشتركه؟ في عوامل مشتركه غير ان هم ستات. لا غير ان هم ستات. غير ان هم ستات عندهم وقت فراغ. عندهم احباط. اوكي. ما حققوش اللي نفسهم فيه. ما حققوش وهم عندهم امكانيات حلوه قوي. اسماء لابسه بنطلون من شغل ايدها. قبل ما نروح على الامكانيات بجد؟ خلينا نتكلم. يعني انا بدي ورش رسم. ما شاء الله حلو جدا. طبعا جدا. احنا بنعمل ريسايكلينج. يعني انا لو انا ست قاعده في البيت وبتفرج على الحلقه، ايه اللي يخليني اقرر ان انا اجي انضم ليكم؟ ايه المشترك اللي بيني وبينكم؟ هو ده السؤال بس اللي عايز. هي بس هتشوفنا هتتبسط وهتعرف ان احنا ندخلها في مود حلو. طيب ماشي. انتوا كلكم مجموعه ستات طيبين؟ مفيش فيكوا حد عايز يستفيد؟ لا اكيد في مش طيبين برضو يعني. ايوه بس مفيش حد عايز يستفيد من الاخر. هل في مقابل مادي للصحبجيه؟ ما انتوا بتعملوها كده. طب ثانيه واحده، انتوا بتقولوا لكن لو في ايفنت وبنأجر له مكان لازم دي الحاجه المساعده دي. بنوزع ال ده الطبيعي. لكن مثلا زي اسماء، ما انت لابسه بنطلون، انت عاملاه في البيت ولا بمساعده المجموعه اللي معاكي؟ لا اكيد انا عاملاه في الورثه باشراف المدرب اللي هو على فكره هايدي هي اللي مصرفه على الورثه دي. فانا يعني انا اصلا ما كنتش اعرف
او اتخيل اني انا ممكن اعمل حاجه زي كده. ورشه ايه؟ رسم، ريسايكلينج، بنطلون قديم على بنطلون جديد. انت اللي جايبه ال هي بتجيب حاجات وانا جايبه الماتيريال وحاجتي. انا عندي ماتيريالز كل انواع الفنون اللي ممكن تتخيليها، وشواكيش وموزايك وطين وطمي وكل حاجه. بحب الحاجات دي وكنت بتعلمها مع نفسي وفيديوهات او كورسات. فطيب الحاجات دي انا هفضل كاتماها جوه عندي لما نعلم الناس. فبنقعد مع بعض، هاتي قطعتك، هاتي الوانك لو عندك، فرشك، حاجتك، ويلا نقعد. عددنا كبير بناخد المكان ونقعد فيه، عددنا صغير في اي بيت في اي جنينه بنقعد ونفرش ويلا. طيب خلينا اجمع كده الدنيا جدا. يلا حالا معايا. لا ما لا 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 انت ما انطبقش عليك الشروط. ليه؟ هي قالت انا عايزه اقرا. هي قالت وقت فراغ واحباط وعندها حاجه تقدمها. لا 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 وعندها هوايه او فانت ما انطبقش عليها. انا بقى لما هنضم على المجموعه هضيف لهم البهجه والسعادة والباور والقوة ان هما يخبطوا في الحيطة يرجعوا سلام. غير كده بقى ان احنا نقف لكل راجل. اي حد في المجموعة دي ستات مضايقها جوازتها انا هبقى المتحدث الرسمي. لا لو جوزها مضايقها هنقف، لكن انا بصفة عامة والله بحب الرجالة برضو. وانا المتحدث الرسمي في اي مشكلة. رجالة كويسين بنحبهم وبنقدرهم. انطباعك ايه على مجموعة زي كده؟ انا سعيد جدا جدا جدا، وانا من الناس اللي داعمين جدا لمجموعات الدعم الذاتي، ومن زمان جدا وانا بعمل ورش عشان ادرب الناس وبالذات الستات عشان يعملوا مجموعات الدعم الذاتي. مجموعات الدعم الذاتي هنقدر نعتبرها هي القاطرة الأساسية للمجتمعات. وبالمناسبة مجموعات الدعم الذاتي في امريكا بيقال بانه امريكا دولة تقودها مجموعات الدعم الذاتي. هي بتبتدي ازاي؟ بتبتدي بانه اتنين مشتركين في ما في شيء ما، اما هواية او مشكلة او مرض او اهتمام أو قضية، وعايزين يساعدوا بعض في هذا الاهتمام. زي مثلا محب القراءة، مجموعات محب القراءة، محبي الروايات الغرامية مثلا. فمجموعة ستات ابتدت ازاي؟ هي ابتدت الحقيقة النوع ده من المجتمعات، أنا قلت في قبل ما نبتدي إنه ابتدى في أمريكا بمجموعات الكحوليين. الناس اللي عندهم مشكلة مع الكحول بيدوروا على حد يساعدهم وفشلوا، الدكاترة ما نفعوش، الكنيسة ما نفعتش، الأهالي ما نفعوش، فابتدوا يقربوا من بعض فنجحوا، بطلوا مع بعض، لما قعدوا مع بعض عرفوا يبطلوا. فابتدى يعملوا حاجة اسمها مجموعات الكحوليين المجهولين، وبعدين طلعت بعد كده بقت المدمنين المجهولين، وبعدين بقى في عشرات الملايين من الناس بينضموا للمجموعات دي في كل العالم، في كل العالم. وبعدين ابتدى يتفرع منها مجموعات أخرى بقى. لو فاكرة فيلم فايت كلاب، معرفش حد فاكره ولا لأ، نادي القتال. فيلم فايت كلاب بيتكلم على براد بيت، بيتكلم على الجزئية تحديدا انه اي حد عنده سكر، مجموعات الناس اللي عندهم سكر، الكانسر، الوحيدين، الناس المهاجرين، الناس اللي انا لاحظت مثلا حضرتك من ليبيا وانت من منصورة، فنقدر نقول الناس اللي ما عندهمش كوميونتي ثابت ومستقر فيقدروا يلاقوا ونس ويلاقوا كوميونتي في هذه المجتمعات. هتلاقي مثلا وانت ماشي هتلاقي ابناء سوهاج، جمعية ابناء سوهاج، دي برضو مجموعات دعم ذاتي. فمجموعات الدعم الذاتي هي القاطرة الحقيقية للمجتمعات، هي اللي بتحافظ على التماسك الاجتماعي، وخصوصا في المدن مش في القرى، لانه في المدن الناس بقى وحيدة. لكن في القرى بيقعدوا قدام بيتهم، البيبان مفتوحة على بعض، لكن في المدن احنا محتاجين ده. فهتلاقي هو ده اللي بيدعم الناس ويخلوهم يحسوا انهم مش لوحدهم، احنا متشابهين. الله ده مش انا لوحدي زي ما حياتك كنت بتوصفي كده. هو مش بس كده، هو كمان زي ان في انشطه، ان في ان انت بتخرج من جواك المواهب اللي انت ما اتحققتش فيها واللي كان نفسك تتحقق. فده مش بس جزء فضفضه وحكي وونس، لا في حاجه كمان اللي هو غير ان انا غير الموهبه يا سمير، وان انا يقدروا يعملوا شغل ده غير الموهبه. يعني خلونا نعرف نكمل القصه دي لانها في حاجات كتير، بس اطلع فاصل بس وارجع بعد الفاصل نكمل واشوف حضرتك عايزه مني ايه تحت عمك. فاصل منك. انا حجزت مكان في السبورت جروب ليا والامي، قلت لهم عندكم مكان لل 75 سنه و 76، قالت لي عندنا، فاعتقد واكتر صدقيني واكتر. والله. طب نسبه السن الاكتر
هو الرينج سني كده اللي انا مش هقوله 21 سنه طبعا يعني اقل واكتر اما ما بنعترفش بالسن والله يعني اللي بيطلع بعكاز واللي جاي ايوه انا قصدي اللي عندهم عادي جدا كلنا اللي عندهم حالات صعبه مزمنه سواء نفسيه او جسديه بتتعاملوا ازاي؟ والله احنا جالنا مره حاله كده حد بعت لنا قالت انا فلسطينيه وجيت مصر قبل الحرب على طول واتحجزت مش عارفه ارجع ورجلها اتكسرت خدنا بعض واحنا نعرفش شكلها ولا بيتها فين على لوكيشن ورحنا زرناها وقعدنا واتكلمنا معاها والدنيا كانت لطيفه جدا فارق معاها جدا نفسيا طبعا جدا عارفين فكروني بايه عارفين زمان في مصر احنا الجيران اللي كانوا عايشين في نفس العماره والعماره دي عباره عن 5 ادوار ما هو احنا من الجيل ده بتاع الطبق الطالع نازل طبق العاشوره والمحشي وانا عملت انا انتوا كده بس في المودرن في المودرن لايف والله ممكن ننزل برضو للشعب يعني مثلا اللي الست مثلا اللي هو كبرت وطلعت معاش واولادها كبروا وسابوها وعايشه لوحدها فهي لقت فينا السبورت اللي هي الاسره الثانيه اي الاسره الثانيه اللي بيهتم بيها بنكلمها عامله ايه اخبارك ايه زهقانه تعالي نطلع انتوا عاملين سكادجول يعني في الحاجات دي الايفنتات والورش عاملين لكن انكم تسالوا على بعض ان احنا لا الجروب مفتوح شات احنا بنتوه يعني انت اقفليه نص ساعه وافتحي هتلاقي 400 500 مسج لدرجه ان احنا نقول لهم كفايه عايزين ننام 2 و3 و4 الفجر اللي بيسهر برده شغال ولا يعني هو عندي سؤال بس فكره ان انا مش لوحدي ما انا عارف بس في مشكله هنا طب انتوا بت 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 بتنظموا عملكم ازاي لانه من الواضح انه الناس كتيره جدا جدا ما شاء الله. وهنا ممكن يحصل فيه بيزنس وممكن يحصل فيه تدخل مصالح وممكن يبقى صراع مصالح الى اخر كل الكلام ده اظن ان ده محتاج يعني درجه ما من الاورجنايزيشن من الاداره طبعاً اللي تحمي هذه المجموعات الكبيره من الاستغلال او من الصراع او من الفركشه او الخلافات الكبيره اللي ممكن تاذيها احنا اصلا مش عارفه اسمها ايه منظمه تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي اسمها ساقيه مصر اوكي فاحنا ساقيه مصر ساقيه مصر فهي اساسا منظمه يعني أوكي. فهي اساسا مؤسسه يعني وبنسعى بقى في فتره انا بعتبر دي فتره تعارف على المجتمع اللي بقى بتاعنا اللي ما عندهاش حد بيدعمها ماديا تعالي وتعلمي يعني عاملين مرحله تمهيديه ان احنا بعد فتره الستات دول تشتغل ويدربوا غيرهم أوكي. او يعملوا بيزنس ويطلعوا فلوس لنفسهم فاحنا ايه عمالين نمشي معاهم واحده واحده كده بس واخدينهم بالراحه اوكي يعني ممكن نقعد قاعده كده نلعب كوتشينه من اللي فيها اسئله مجتمعيه واسمع بقى اسمع وقد ايه الناس بتفتح في الكلام بغض النظر مين قاعد حواليا يعني هو ده محتاج تنظيم هي عايزه لا بس دي يعني انا بس عايز اقول يعني ممكن حد يسمع الكلام ده فيستغله حد مثلا بالظبط انا بقى بحاول ان انا ايه اما الاقي يعني الموضوع بدا يدخل في الشخصي قوي اقوم انا داخله بحته من عندي صدقي فعلا كان كذا طب وحضرتك طب لو انت مش موجوده انا موجوده على طول انا وناهد لا يمكن ما فيش واحده فينا تروح من غير الثانيه طب هي مش الحكي المفتوح دي مساحه امنه ولا مساحه امنه مساحه امنه بس لازم الناس تكون موجوده في شروط مثلا مجموعات الدعم بيتقال ايه اللي بنسمعه هنا بنسيبه هنا طبعا ما بنتكلمش على حد مش موجود احنا ممنوع ان احنا نتكلم في اللي احنا سمعناه هنا مع بعض حتى لو احنا اتقابلنا بره يعني انا ومثلا حتى رولز يعني هو عايز يقول لك ان يعني في قواعد انا بحاول ان انا لما ابص بصه اشوف بصه اللي بيسمع لو حسيت انها عارفه لو عينها لفت كده ده كده بحاول اغير الحوار انتوا معاكم واسمها دايما تقول هنا حفرنا وهنا مثلا ردنا. من ضمن القواعد احنا كلنا كده من ضمن القواعد مثلا في قاعده اسمها المجهوليه مجهوليه يعني ايه يعني انا مش هقول اسمي كمان هقول اسمي نبيل مجموعه كذا مثلا وبالتالي هنا انا بحافظ كمان على المجهوليه بتاعتي بالزبط. وعلشان الناس ما تجيش ترسم نفسها في القعده ففي شويه قواعد موجوده على فكره موجوده على المجموعات بتاعه السبورت جروب والناس بتتدرب عليها اللي هم الفاسيليتيتورز اللي هم الميسرين اسمها ميسرين دول بيبقوا دورهم ان هم يديروا هذه القواعد ما يحمي الاعضاء ويحافظ على استمراريه وديمومه المجموعه وما يخليهاش عرضه للاستغلال او الدعايه او الاعلان الى اخره يعني طب انا انتوا عددكم قد ايه
مش عارفه. احنا بنزيد احنا مش عارفه الحمد لله. حتى لو اللي هو على الجروب بالشات بس لا عددنا الحمد لله كتير يعني بدانا نبقى 1000 مثلا وبدانا نعمل جروب تاني. بس ما عندكوش نشاط على الفيسبوك؟ والله احنا بولدة شويه في موضوع السوشيال ميديا ده فبدانا نشوف حد بيفهم اكتر. هل واجهتوا وانتوا قاعدين في وسط المجموعه ان انتوا حسيتوا ان في حد محتاج مساعده نفسيه من حد متخصص؟ هل بتعملوا مجموعات؟ في ناس قالت انها اوريدي كانت بتتعالج انما الباقيين اغلبهم وحده ولادنا اتجوزوا وبعدوا بنتها في اسكندريه وهي هنا ولوحدها. وعندنا ناس يعني عندنا ايفنت او عندنا خروجه في ناس بتتطوع نروح نجيبهم من البيت بس ده ودي بقى يعني ما بنفرضش على حد يعمل كده. اغلب اللي منضمين للجروب لا يصنفوا ان هم عندهم امراض نفسيه. اغلب المنضمين للجروب اللي هم بيشعروا بيه وحده فراغ عارفه المشاكل البسيطه اللي هي بتحصل في البيت ومش لاقيه حد تفضفض معاه فهي بتيجي بتلاقي وفي حاجه كنت عايزه اعقب عليها للدكتور اللي هي المجموعه السبورت دول. الميزه بتاعت المجموعه دي انه لما هم بيقعدوا مع بعض بيسمعوا مشاكل بعض كل واحد بينه وبين نفسه بيقول بتهون عليه مشكله ايوه بيقول مظبوط بيقول مزبوط بيقول مزبوط يا ده انا مشكلتي ولا حاجه مقابل اللي هو بيحكيه ده. فكل واحد بيعالج التاني وهو من غير ما بيعرف بيديله دفعة انه انت ايه ده انت ما عندكش مشكلة. هل في وقت اوقات انتوا مثلا لقيتوا حد مثلا عنده عملية ما محتاج فلوس ما بتجمعوا من بعض وبتعملوا يعني لما لقينا واحدة تعبانة وقاعدة في البيت ومش قادرة عايز تعمل عملية وقاعدة في سنقة يعني لا لسه لغاية دلوقتي ما عداش علينا بس لما لقينا واحدة تعبانة وقاعدة في البيت ومش قادرة تقوم يعني خدنا لها شوية حاجات لطيفة كده بحيث انها ما تقومش ويبقى جنبها نقريش زي ما بيقولوا هم كده ورحنا زرناها وقعدنا وتليفوننا مفتوح والحمد لله كانت معانا من يومين وكويسة وفسحناها في الإسماعيلية. دكتور نبيل لو حد عنده مشكلة نفسية أو عنده اكتئاب حد انضمامه لحد زي الصحبجية دي ممكن يأثر عليه إيجابي ولا سلبي؟ أحيانا على حسب ممكن سلبي ممكن إيجابي. يعني لو هو الاكتئاب بيعيقه عن ان هو يضحك او يتفاعل او يسافر او يتحرك يجي يقعد في وسط الناس ويعمل تضحك وتتكلم وبتاع هو يحس ممكن يحس بشكل سلبي. لكن لو احنا متفاهمينه وقادرين ان احنا نحتويها مثلا حد مثلا قاعد جنبها ولا ما تلاقيش ما تشليش هم مش لازم تتكلمي على فكرة اسمعي وخلاص ولو انت جالك ضحكة تضحكي ما تضحكيش يعني براحتك. لو حد طمنها وقال لها ما تلاقيش عيشي يعني خليكي تلقائيه وخليكي بسيطه ومفيش حد هيحكم عليكي وبتاع ما طبعا هتستفيد اكيد هتستفيد. طب دلوقتي الاكتئاب مراحل او مستويات. الاكتئاب الطارئ او الموسمي او مختلف عن المزمن طبعا. هل في اكتئاب مزمن زي الضغط والسكر؟ طبعا طبعا. الاكتئاب الامراض يعني لو احنا بنتكلم على الاكتئاب المزمن وده اللي ممكن الجمعيات دي تساعد فيه أو التجمعات دي تساعد فيه لأنه هو شبه مرض السكر المزمن ومرض الضغط المزمن والكانسر وكل الحاجات ديت. الاكتئاب المزمن هو صعب ولكنه يبدو كأنه نمط حياة. يعني الاكتئاب الشديد ده حد قاعد في السرير حد قاعد في البيت. لكن الاكتئاب المزمن ده حد ممكن يكون بيشتغل وبيخرج وبيتجوز ومخلف بس نكدي وزعلان أغلب الوقت وما بيشاركش في أي حاجة وقرفان وشايف ان الحياه كلها تعبانه ولما حد بيضحك قدامه بيضحكوا على ايه لكنه رغم ده مش واقع. فده بيبقى صعب في العلاج. ليه بقى؟ لانه هو نفسه شايف ان الحياه ملهاش معنى وان هو ده انا كده انا شخص صعب انا شخص كئيب واللي حواليه شايفينه شخص كئيب. فمساله التغيير بتبقى صعبه جدا وكانه جزء من نمط شخصيته إلى أن يكتشف في لحظة معينة أنه ده ينفع يتعالج. فإحنا عندنا ناس مكتئبين اكتئاب مزمن بقالهم 15 سنة و20 سنة ممكن على فكرة يبتدي من الطفولة. تلاقي الواد ده بيعيط كتير، الواد ده نكدي، الواد ده بيركن على جنب ما بيقعدش مع العيال ما بيلعبش مع العيال ويكبر يفضل زي ما هو وبعدين يتجوز فيبقى قاعد برضه كئيب ونكدي يتصاحب على الاكتئاب يتصاحب على الاكتئاب وبقى الاكتئاب بالنسبة له وجهة نظر. الحياة أصلها عبثية بلا معنى كئيبة مؤلمة عذاب مش عارف كذا فهو الاكتئاب بالنسبة له بقى وجهة نظر.
فتدريجيا بقى هو هو والكتاب حاجه واحده، لغايه لما يكتشف في لحظه من خلال حد صاحبه، من خلال دكتور مثلا بيعالجه من مرض عضوي يقول انت محتاج علاج نفسي، او يروح حاطي له علاج نفسي يروح متغير. يعني في واحد ابو العلا المعرف نفسه كده، وفي حد تاني اللي هو عايش دور الكتاب. مش مكتئب بس عايش دور الاكتئاب. يعني بيبقى عامل ازاي الصور ده؟ اللي عايش دور الاكتئاب، اللي عايش دور الاكتئاب هو بيمثله مش يعني. يعني لا، ده شخص بيستجدي التعاطف. في فرق بين ان انا اقعد اعيط عشان استجدي التعاطف، او ان انا اقول الالم والوجع والمسؤوليه عشان الناس تتعاطف معاه. لكن الشخص اللي مكتئب حقيقي هو بيعبرش، هو بيتكلمش، ايوه، ولا بيعيط. وانت لما تحط له الاكل، كل الاكل زي بعضه. طب لو لو انا كست او زوج ليا او ابن ليا، ابتديت الاحظ الكلام. يعني مثلا في ناس بيتفرجوا علينا دلوقتي ممكن يجمعوا ويربطوا كلام ده ابني، ده جوزي، دي بنتي. في وقتها مفروض الشخص اللي عايش معهم يعمل له ايه؟ يعني يحاول يعالج او يطلعه بره الحاله، او يرشده ان انت محتاج تروح للدكتور، يعمل ايه؟ يعني انا مثلا لو انا عندي طفل، الطفل ده بيعيط كتير وحساس وما بياكلش كويس ومنعزل وما بيشاركش العيال في اللعب، لازم اخد بالي ان ابني عنده مشكله. ما اقولش دي مرحله وهتعدي، بس ما اجيبش الواد واروح بيه لدكتور نفسي. اروح انا لدكتور نفسي، اقعد اشرح له الموضوع، اقول له والله ابني كذا كذا، فيقول لا ده ابنك كويس، او ابنك لا محتاج مساعده. انا الاحظ الابن ده لمده قد ايه قبل ما اروح لدكتور؟ لعده شهور او سنوات. لا احنا مده بنتكلمش. يعني طبعا كان في مده، وما بنتكلمش على حاجات طالعه ونازله. دي كمان حاجه ثابته، استمرار اتيتيود، استمرار بالظبط، استمرار اعراض لفتره طويله من الزمن قد تمتد الى سنوات. بالمناسبه الاكتئاب المزمن، عشان اقول عليه مزمن، لازم لمده لا تقل عن سنتين. مش شخص بقاله شويه شهور مكتئب هو مكتئب مزمن، لا. الاكتئاب المزمن هو اكتئاب لمده لا تقل عن سنتين وقد تمتد الى عشرات السنين. فلما نلاحظ حد كده، سواء كان ابن او جوز او اخ او اخت، نتكلم معاه، نفتح معاه الكلام، نقول احنا سمعنا عن حاجه اسمها كذا، طب ما تجرب تشوف كذا، ونقدر نقرا مع بعض عشان الدنيا تبقى واضحه لنا. لانه خطورته انه كانه انت مولوده بوحمه على ايدك، مش واخده بالك انه ده ممكن يكون مرض ويتشال. فانت متعوده على الوحمه طول عمرك. فانت متعوده على الوحمه طول عمرك. الاكتئاب ممكن يخف منه؟ طبعا الاكتئاب المزمن بيتعالج طبعا. يعني مش قدر كده زي الضغط؟ لا مش قدر. لا، الاكتئاب المزمن بيتعالج، وبيتعالج بشكل كويس، وفي مستويات مختلفه من العلاج حتى الاكتئاب. بس المفروض تتوفر المقاوم. فيه الرغبه مش لازم. اوكي، لا. بتعالج ايه، ادويه ولا بتعالج تعديل؟ ادويه وعلاج نفسي الاثنين، وممكن حاجات تانية. طب يعني مختلفه. طب اللي مكتئب موسمي، يعني في الشتاء يكتئب، في لما يحصل حاجه يكتئب، يعني الاكتئاب الموسمي انواع. الاكتئاب الموسمي انواع. بالظبط، انواع. في منه الاكتئاب اللي هو بيجي كاحد طرفي معادله اضطراب وجدان ثنائي القطب، اللي هو بقى هوس، نشاط زايد وحركه زياده وقله نوم وبتاع، ثم يعقبها نشاط قليل وخمول. او انه يجي مع المواسم، يجي في الشتاء بالذات، ودول ده سهل لانه بيتعرض للضوء، اقعد في الضوء كتير، افتح الستاير، اجيب لمبه من اللمض اللي هي بتدي ضوء شبه النهار. وفي شمال اوروبا بيعملوا، او في اوروبا بيعملوا جلسات ضوء، جلسات اضاءه. ليه؟ عشان الشتاء، عشان الناس هناك ما بيبقاش في شتاء. في بلاد الدول الاسكندنافيه ما عندهمش شتاء، فبيروحوا يعملوا جلسات ضوء عشان يعالج الاكتئاب. والاكتئاب الثالث اللي هو الاكتئاب احنا بنسميه الاكتئاب الدوري، اللي هو من غير بقى باي بولر ولا هوس ولا بتاع، هو بيجي مثلا يكتئب في دخله الصيف، دخله الخريف بتاع. ممكن جدا بشويه جلسات علاج نفسي وتدريبات على مواجهه بدايه الاكتئاب يعدي، وممكن جدا ياخد دواء في مرحله الاكتئاب بس اللي هو شهر شهرين ويوقفه بعد كده. فاحنا عندنا الجلسات، العلاج النفسي موازي جنبا الى جنب مع الأدوية، ما ينفعش، وأحيانا من غير أدوية. يعني أنت لفت النظر لنقطة مهمة. أنا ساعات أنا في الأيام اللي بيكتمل فيها القمر ببقى مكتئبة جدا، ببقى فعلا دي حقيقة. بتقول بسرطان؟
لا برج العذراء ويلكم لما القمر بيكتمل الايام الايام اللي مكتمل فيها القمر دي بتبقى اسوء ايام في حياتي. ليه ايه بحس باكتئاب وبحس انه في مشاكل في كلها كانها بتتجسد قدامي انا خارجه من بقى. يقعد معاك كم يوم يعني؟ يقعد تقريبا يقعد 3 4 ايام كده. اوكي تعملي ايه ساعتها؟ والله في احيان كتيره بستسلم واقعد راكنه كده لاكتئابي ومستسلمه له، وفي ساعات بنفض نفسي وبقول لا هخرج هعمل حاجه، بس لو عملت كده لازم تحصل مشكله. تتخانقي مع حد؟ اتخانق مع حد او مثلا يحصل حاجه فاقعد انب نفسي واقول انت ليه خرجتي؟ كنت قعدتي في البيت وبلالك هالمشكله اللي انت دخلتيها. فمش عارفه يعني. طب هايدي انا النهارده في كل المجموعه دي ممكن تقولي لي حاجه او قصه انتوا حسيتوا انكم كنتوا سوبر ويمن فيها؟ كتير. كتير والله. انا شايفه ان كل ست انتوا كمنظمين لمجموعه الصحبجيه، انتوا واللي معاكي مش شرط انت ونهاد بس. هو انا ونهاد طبعا سوبر وومن طبعا. لا هي بتتكلم على احداث بعينها انتوا عملتوا فيها انجاز ضخم جدا. يعني نهاد مثلا قصه التعايش مع المرض بتاعها وان هي بطله قدرت تتحاور مع المرض نفسه وتعدي المراحل الصعبه دي. من واحده كانوا بيقولوا لهم خرجوها من المستشفى البيت تموت في البيت، لما شاء الله واحده كلها نشاط داعمه جدا. قصتها دي اصلا لاي حد بيسمعها بينتصر. اوكي. وانا كمان شايفه ان انا ما بقفش عند حاجه يعني اعمل مشروع واقع واطلع وانزل يعني واطلع. هايدي هايدي انا يعني مقاتلة. انا مقاتله يعني عقل. انا هايدي انا اول ما عرفتها يعني الدروبات اللي وقعت فيها كتيره قوي، ورغم ذلك بتقوم وتضحك. انا شخصيا مسميها الام الحنون. ايوه عندها روح متفائله. لا وبتستقبل هذه يومياتي لا والبلس كده انها كمان عندها روح الاستقبال. يعني هي يعني رغم انها ساعات انا بحس انا لما مثلا بقع في مشكله وبروح لها وانا عارفه ان هي تعبانه أو لا صوتك في ايه يعني ففهمتي ازاي؟ فدي حاجه كويسه يعني بدات في مشكله شخصية؟ بس في طبعا طبعا بس انا عندي مشكله بقى دلوقتي. طب انت مش هتتعرضي من كل الضغط اللي عليك ده للحرق الذاتي؟ يعني يحصل لك بيرن اوت؟ لا يعني لا انا عديت بالمرحله دي. انا ما بقتش كده غير لما خدت شوق وتعالجت ورحت لدكاتره نفسيين وكل حاجه. يعني وقعت في الاول وبعدين انا جوايا شخصيه مقاتله. يعني انا واخواتي بنات، فبابا كان عملنا كلنا كده اصحاب. ما ينفعش نبقى مقاتلين طول الوقت. المقاتل بياخد وقت. لا يعني انا من الاصل بابا رباني. ايه اللي وقعك لدرجه انك تروحي لدكتور نفسي وانت يعني مقاتله وبابا؟ انفصلت مثلا عن جوزي وكنت بحبه قوي، وكنت شايفه بقى ان دي نهايه الحياه، نهايه الكون. يعني وكنت بتحبيه قوي؟ موت. اللي هو كنت متخيله ان هو لو مش في حياتي يوم انا انتهيت. انا حمل بقى ولطيفه حبوبه كده دباديب وقلوب. وبعدين لا يعني وقفت وقلت لا. عارفه يعني بابا كان اتوفى، بس انا كنت دايما اقول لنفسي ايه، عشان هو كان صاحبي قوي، بابا مش عايزني ابقى كده. او لما اجي اعمل حاجه واحس ان انا ضعفت اقول بابا شايفني يعني. ايوه يعني ان انت كانك بتشوفيه قدامك فبيحفزك على طول جداً الوقت. هو معايا طول الوقت التعافي. وكان عنده يعني هو معانا احنا الاربعه صراحه، كان كل واحده فينا حاسه ان هي ملكه زمانها، ان هي اللي على الحجر طب انت لما وقعتي بعد طلاقك ورحتي للدكتور اتعلمتي ايه من التجربه؟ يعني دخليني شويه جوه لشخصيات زيك بيتعاملوا راحوا لدكاتره. اتعلمتي ايه؟ انقذك في ايه؟ هو ايه اللي حسيتي انه فرقت معاكي بعد التجربه دي؟ هو الناس بتختلف يعني في الفعل اللي وقع عليها وهي رايحه تتعالج. رحت مساعده طبعا الدكتور. انا عارف يعني انا مؤمنه جدا ان في حاجات انت مش هتقدري تتعاملي معاها. شفتي ايه عنده بقى؟ شفتي وراكي ايه الجزء اللي خلاك تطلعي يعني هو كل الخلاصه والكلام ثيرابي والحاجات دي، ان هو قال لي ان الحب اللي انا كنت بديه لجوزي ده انكونديشنال لاف، يعني ده بتاع الامهات، اللي هو انت بتشوفي حاجات ومش عاجباكي بس بتغفري وبتسامحي. ده مش ابنك يعني. الام ابنها يطلع يعمل يروح يجي في الاخر بتسامحه. اتغيرت ازاي بقى؟
اتغيرت ازاي؟ انا لقيت ان انا باخد ادويه مهدئه شويه كده، فادائي هو اللي هادي بس انا دماغي جوه شغاله. صح. فانا قلت طيب انا قاعده ليه مدهوله كده مش عارفه اقوم بجد، وبنام بنام كتير ومخي كل شغال 24 ساعه، والنوم حتى وانا نايمه نايمه فعل الدواء بس دماغي شغاله. طب لا انا مش عاوزه دواء، انا فاتت النسخه دي منك جدا مش انا يعني انا لو ما لقيتش حاجه اعملها لنفسي ادور مين عايز ايه انزل اعمله له. طب فعملت ايه؟ قمت بقى يعني لا خلاص استقليت وخرجت وعملت شغل وخدت ولادي وحاجات مساعدة كده. الآخرين. أنا أعتقد يا دكتور نبيل إن العلاج بتاعها كان إنها تدي بقى للناس يعني مشاعر طبعاً. الأمومة اللي كانت مديها لشخص واحد وزعتها على البشرية، وهم رد فعلهم بيبقى حلو يعني أنا كمان لما بعمل حفلات وأسمع كلمة لطيفة كده من حد والله أنتوا عملتوا وأنتوا اديتونا وأنتوا بيفرق معك. انا قصتي زي هايدي بالظبط، بس الفرق ان والدتي هي اللي كانت سبب السبورت بتاعي رغم البعد اللي هي يعني دايما كانت تديني القوه انه انت تقدري تعملي حاجه من غير مساعده اي حد، يعني ما تستقليش بنفسك، انت تقدري تعملي، انت تقدري تمشي لقدام. بجد انا هذا الحوار ممتع جدا، انتوا علمتونا حاجات كتير، علمتونا ان احنا جسدات جامدين يعني مش بس ناهد، هي تجربه ملهمه. انتوا كمان ملهمين واكيد معاكم كل الموجودين في جروب تحياتنا اليوم جدا، واستنوا اخر ينضم ليكم. تحياتنا ليكم، ميرسي جدا دكتور نبيل، نورتنا وشرفتنا. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل برنامج. مجال النساء والتوليد مجال صعب جدا، وخاصة لو اللي بتشتغل فيه امرأة. ليه؟ لأن احنا كمجتمع في مصر بنفضل دايما اللجوء إلى رجل، ولكن أنا بعتقد أن المرأة في مجالات كتيرة وخاصة النساء والتوليد بتبقى سهل جدا أن احنا نتعامل معها، سهل جدا أن هي تبقى فاهمة، سهل جدا لما ابتدي أنا شكوتي هي بتبقى عارفة أوريدي الموضوع ماشي إزاي، وبيبقى سهل الحوار بيننا وبيننا وبين هذا الدكتور، بالذات لو الدكتوره بقى في مجال النساء والتوليد 15 سنه ومن الناس المميزين جدا في هذا المجال. دكتوره مها زمزم استشاري جراحه الامراض امراض النساء والتوليد، دكتوره امراض ونساء والتوليد جامعه القاهره، منورانا ومشرفانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين. ودكتور مها زمزم كان عندك حاجه عايزه تقوليها الاول؟ لا انا مش بروفيسور في الجامعه، انا دكتوره من جامعه القاهره بس تصحيح. اوكي تمام. ايه المشكله لو انا ولدت كتير؟ ايه اكتر المشكلات المشتركه بين الستات اللي بياخدوا ربنا معاهم طبعا التجربه دي اكتر من مره؟ هو طبعا الولاده الطبيعيه دي عمليه فسيولوجيه بتتم طبيعي وزي ما ربنا قال يعني، وبتحصل لكل السيدات لما بيجي لها الام بالطلق بتولد عادي. احنا بنتكلم عن ان الولاده الطبيعيه حاجه كويسه جدا وحاجه جميله جدا، لكن مع تكرار الولادات بيحصل شويه مشاكل. المشاكل دي منها ضعف في عضلات الحوض او ارتخاء في الاربطه. على مدى السنين وعلى مدى تكرار الولادات دي الضعف ده بيزيد والسقوط ده بيزيد، فبالتالي بينتج عنه مشاكل. تلاقي الست مثلا جايه تقول انا بعد تاني ولاده بدات ينزل مثلا نقط، بقول انا مش متحكمه فيها، حاسه ان في المنطقه دي بقت يعني مش قويه زي الاول، او انا مش متحكمه فيها زي الاول. فده بيكون نتيجته ايه غير تكرار الولادات؟ ان الست دي ما بتلعبش رياضه. احنا عايزين نقول بس للسيدات ان ممارسه الرياضه سواء اي نوع رياضه، كل انواع الرياضه مسموح بيها من قبل الحمل طبعا، لكن في اثناء الحمل في شويه ليميتيشن لحاجات الرياضه اللي ممكن تستخدم او الست تمارسها في اثناء الرياضه، وليها تحفظات معينه وفي حاجات مسموح بيها خالص. فاحنا لو شجعنا ستات كلها ان هي هتقدم لسه متزوجه وهتبقى حامل، تبقى انها الاول تبتدي تلعب رياضه بشكل كويس، تخلي ده جزء من حياتها، تحافظ على وزنها، عشان الوزن الزياده كمان مع الولادات الطبيعيه ده من الحاجات اللي بتزود ضعف هذه العضلات وارتخاء في الحوض. طب دكتوره ما هل في بعد الولاده تمارين معينه بتعملها الست علشان لما تيجي تحمل تاني تبقى في شيب كويس؟
طبعا السيده اللي هي مقدمه على الحمل، لا بعد الحمل. انا بتكلم بعد الحمل. هي ممكن تبتدي وهي اثناء حامل، يعني في انت قصدك تقولي ان قبل ما ابقى حامل واثناء الحمل ماشي، احنا ثقافتنا يا ستي ولا اثناء ولا قبل، احنا بعد الحمل. هل النهارده الست اللي بعد ما ولدت تقدر ان هي تبقى ما عندهاش المشاكل اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي؟ ايوه طبعا بالرياضه. ما هو احنا اذا بنينا الحاجه صح من الاول هتكمل على بلان معينه هتمشي عليها صح. فهي لو كانت بتحافظ على وزنها في اثناء الحمل، بتحاول تتمشى كل اسبوع مره او مرتين او ثلاث مرات، زي ما الجايد لاين بتقول ان ليها 15 دقيقه ممارسه رياضه ثلاث مرات في الاسبوع. دي الست اللي هي عمرها ما مارست رياضه خالص. فلو كانت السيده اساسا بتلعب رياضه او بتمارس مشي ابسط حاجه، او بتمارس اي نوع من انواع الرياضات البسيطه، بتعوم، تكمل عليها في اثناء الحمل. بعد بقى الولاده، بعد ما تولد تقدر ترجع لهذه الرياضه تاني بشكل مكثف اكتر. دي حاجه. الحاجه التانيه تقدر تمارس رياضه بطريقه اقوى شويه، تقدر تنزل الوزن بتاعها. هو انا بس عايزه اقول حاجه، ان هي الرياضه حاجه مهمه جدا مش حاجه ثانويه. عايزين ننبه الستات لكده. انا كتير ستات بتجيلي تقول لي انا كنت بلا، انا كوتش، هي كوتش، انا حامل، جوزي عايزني اقعد في البيت، عايزني ابطل. لا ما تبطلش. هي بتلعب رياضه من الاول، فجسمها متعود على مده تمرين معينه كل يوم بتعملها، عضلاتها والاربطه بتاعتها متعوده على ستريتش معين. فاحنا جينا قلنا لها في اثناء الحمل بطلي وعدي، طب هيحصل ارتخاء، هيحصل ضعف، هتزيد في الوزن، احنا مش عايزين كل الكلام ده. طب دكتوره مها، من اكتر الحاجات اللي بتقلق بناتنا وولادنا لما تتشخص ان عندها كيس على الموبايل، امهات كتيره جدا بتخاف من الفكره دي وبتعتبر ان الكيس ده كانه كانسر لا قدر الله، او حاجه خطر، او انها مش هتخلف تاني. لما الامهات تعرف كده ايه الاجراءات الصح المفروض تتعمل؟ هي في حاجه اسمها تكيسات على المبيض، دي مش اللي انا هتكلم فيها. انا هتكلم اللي هي كيس واحد على المبيض او ورم على المبيض. ايه الفرق؟ التكيس على المبيض ده مرض، يعني فيه جزء مناعي وليه بيحصل فيه لخبطه في الهرمونات بشكل معين وليه اعراض معينه، موجود عند سيدات كتير وبنات كتيره صغيره. لكن انا هتكلم عن موضوع اللي هو فيه كيس واحد على المبيض او فيه ورم على المبيض. الاورام اللي على المبيض دي يا اما اورام خبيثه يا اما اورام 90% منها بيكون حميد. أوكي. بنقسمها حسب الفتره الزمنيه او العمر اللي ظهر فيه. يعني لو ظهر في البنات الصغيره ده بنتصرف معاه بطريقه معينه، لو ظهر السيدات. طب ما تشرحي لنا كل عمر بيتصرف ازاي؟ ما هو اسوء انواعهم كتير. في ابسط حاجه اللي هي الموست كومن او معظم الستات بتجيب لي بناتها مشتركه بينهم، الاكثر انتشارا اللي هو الكيس الوظيفي. ده كيس كان بويضه، البويضه دي خرجت وسابت الكيس بتاعها لسه في السوائل بتاعته. بيبتدي يكبر دوره مع دوره، والست تجيب بنتها تقول لي ده عندها وجع شويه، عملنا سونار بالصدفه فلقينا في كيس على المبيض، طب نتصرف فيه ازاي؟ الكيس الوظيفي ده متابعه فقط، ما تدخلش فيه باي حاجه. او لو كبر قوي في الحجم بعد المتابعه بيبقى ليه علاج طبي او دوائي. الاكياس الثانيه بقى اللي بنتكلم عنها او اللي هي الاورام، النوع من الاورام اللي بنسميها يا اورام طبيعيه يا اما اورام حميده او بوردر لاين او واخده درجه 90% منها انها اورام حميده، هي الحاجات اللي بيبقى فيها جزء مثلا كيس دموي زي الحاجات بتاعه البطانه المهاجره، ده جزء برده من الاورام اللي بتظهر، وده برده علاجه دوائي ما بنلجاش فيه للجراحه خالص. الا في حالات معينه. لو كان الحجم كبير جدا او كان الحجم ده عائق في ان احنا السيده تحمل بسببه، او كان عامل الام، يعني احنا بندخل العمر والاعراض. في ست ممكن تبقى عندها كيس على المبيض وانا كنت ممكن الكيس ده يبقى هو عائق للحمل، يعني في ناس كتير لما يتاخروا في الحمل، هل ده ممكن يبقى الكيس العائق؟ الوظيفي لا، الكيس لكن هو الورم، الورم اللي هو البطانه المهاجره جزء، يعني ده نوع من انواع البطانه المهاجره، بيحصل ان المبيض يتكون عليه كيس دموي اللي بيسموه الشوكليت سيست او الاندوميتريوما. ده كيس مليان دم، وده بيبقى من البطانه، الجزء من اعراض البطانه المهاجره. في حالات كتير بتحمل مفيش مشكله فيه لو حجمه صغير، وفي حالات لما بنسيبها بيريزولف بيمتص الجسم وبيروح لوحده، وفي حالات بنضطر ان احنا نتدخل فيها جراحيا لو كبر قوي في الحجم. طب هو ايه السبب؟ يعني هل اختلال الهرمون بس هو السبب ولا في اسباب ثانيه؟ بالنسبه للاورام الاكياس دي، الاكياس كل نوع من دول ليه سبب. الاكياس الوظيفيه دي بتحصل كلنا، حصل لنا
في فتره زمنيه معينه وممكن ما نكتشفهاش، يعني هي دي بتيجي بالصدفه لما تعمل الام، تعمل الام وممكن ما تعملش، هي بتبقى رايحه مثلا تعمل سونار على البطن عادي، فتقول الدكتور قال لي على فكره في كيس على المبيض يا دكتوره، فاحنا جايين نكشف ما فيهوش اي حاجه. طب دكتور خلاص. لو حصل ان اكتشفتوا ان في ورم حميدي على المبيض وفي تدخل جراحي، هل بقى التدخل الجراحي الفتح والتشوهات ولا الموضوع بقى ابسط ولا في تكنولوجيا جديده احنا مش عارفينها؟ المنظار مثلا الاكياس اللي على المبيض حسب نوعيتها، في حاجه او من التشخيص بتاعنا ان احنا بنعمل السونار طبعا الاول، وبعدين اذا كان في اشتباه لاي حاجه غير حميده بنعمل تيست حاجه اسمها CE125، ده بروتين، نوع من انواع البروتينات اللي بتتقاس اللي بتدل ان اذا كان في حاجه في المبيض ده تجاه الحاجه الخبيثه. طبعا لو كانت الحاجه بنعمل حاجه اسمها ريسك اوف مالجنسي اندكس، يعني معادله كده معينه لبعض الاعراض وبعض الحاجات اللي لقيناها في التشخيص، اذا الحاجات دي اتجهت ناحيه ان حاجه مش مظبوطه خبيثه بنضطر طبعا لازاله. اما اذا كانت الحاجات دي مش موجوده ومجرد انه كيس زي اكياس اللي هي بيسموها الدرمويد او الماتيور تيراتوما، دي اجزاء بتبقى ظاهره من المبيض، لان المبيض ده متكون عباره عن ثلاث طبقات، جزء نسيج خارجي وفي حاجه اسمها استروما وفي حاجه اسمها جيرم سيل اللي هي الجزء اللي مكون للبويضات والجزء اللي مكون للخلايا بتاعت ان الجنسيه بتاعت المبيض نفسه. كل واحده من دول، كل طبقه من دول ممكن تعمل اورام، فحسب الاورام دي معظم الاورام اللي هي فيها اشتباه للحاجات دي بنضطر طبعا نشيلها عن طريق فتح البطن، لا لو حجمها صغير ممكن نشيلها عن طريق المنظار، مفيش اي مشكله خالص. وتعافي في قد ايه؟ في نفس اليوم، ده وان داي سيرجري بتعمله. وهذا راجع شغلي بعد دي، ترجع شغلها بعد يومين عادي، ما هو تعافي في ساعتها مفيش اي مشكله. لكن الاورام الكبيره طبعا اللي هي كبيره في الحجم او فيها مكونات صلبه او فيها اشتباه لحاجه غير حميده طبعا لا بنضطر نفتح، عشان بنضطر نبص على الناحيه الثانيه وناخد عينه، يعني الموضوع مختلف شويه. دكتور في ستات مثلا تحمل الاول وبعدين تولد بالسيزارين، وبعدين تيجي تقول انا بقى انا مش هخش السيزارين ثاني، انا نفسي اولد ولاده طبيعيه، هل ده ممكن؟ يعني هل ممكن بعد السيزارين الست تولد ولاده طبيعيه؟ اه طبعا، بس هو ليها كرايتيريا او ليها شروط معينه. يعني السيده اللي بتولد قيصريه لازم نعرف ولاده قيصريه ليه، هل كانت إلكتف يعني هي بمزاجها رايحة تقول للدكتور أنا عايزة أولد طبيعي، ولا هل كان في سبب، البيبي كان تعبان، هل ربط مثلا عملت ربط الرحم، حتى لو عملت ربط لعنق الرحم بيتفك في الشهر، في أول الشهر التاسع وبتتساب يجي لها ألام ولادة طبيعية وتولد طبيعي، ده ما يمنعش. لكن مثلا سيدة ولدت قيصري نظرا أن الحوض بتاعها مش حلو، كحوض كبناء حوض ما ينفعش ينزل بيبي، فخلاص فدي هتولد قيصرية. البوزيشن بتاع البيبي في المره دي كان بالمقعده مثلا، فدي من الاوضاع اللي هي ما ينفعش، فالمره الثانيه ينفع تولد. تاني حاجه السبيسنج او المسافه ما بين الولاده الاولانيه والولاده الثانيه، ما ينفعش ست تكون ولدت وبعديها بثلاث اربع شهور حملت وبعدين جايه تولد طبيعي، لازم يبقى في سبيسنج. ليه؟ عشان ندي فرصه للجرح بتاع الرحم ده انه يلتئم. المسافه الامنه بتبقى قد ايه؟ المفروض من سنه ونص لسنتين، المفروض ندي فرصه تماما لالتئام الجرح بتاع الرحم. ليه؟ لان الرحم ده عباره عن عضو عضله. أيوة. العضله دي اتفتحت وتخيطت عشان في بيبي طلع، دي منطقه ضعف، فاذا ما استنيناش اديناها القدر الكافي انها تلتئم ممكن قوي يحصل فيها اللي بنسميه تمزق او انفجار في الرحم في اثناء الولاده، يعني يجي لها طلق الولاده وتتساب تولد طبيعي وفجاه نلاقي ان البيبي ده بدا نبضه يضعف، نبص بالسونار نلاقي البيبي ده بدا ايده تخرج من الجرح نفسه. احنا عرضنا الست دي حاجه اسمها رابتشر يوترس. يبقى كده الستات والاسر اللي حوالين البنات اللي بينجبوا ما يقولهاش يلا والحقي خويه وايده في ايده وخلصي كله مره واحده وسنتين وتعيشي حياتك، لا على الاقل سنتين على الاقل، ده لكل النواحي الحفاظ على صحتها عشان هي ترجع كمان لحجمها الطبيعي ولصحتها وتقدر تعوض كل الفيتامينز وكل الحاجات اللي فقدتها في اثناء الحمل الاولاني، ويبقى عندها وقت كمان تربي البيبي اللي جه ده، يعني وقت تربي وترضع وتدي له حقه بالظبط. ويا ريت يكتفوا بطفل واحد يا ريت يعني كده الحمد لله. طب لو احنا طلبنا في اخر حوارنا نصيحه لكل بنت مقبله او اتجوزت وبتفكر دلوقتي تبقى حامل، حضرتك تنصحيها بايه؟ النصيحه اللي نقولها للبنات ان هي
دخلي الرياضة جزء أساسي في حياتك دلوقتي، إحنا في عصر الرياضة دي شيء أساسي، فكل ما دخلي الرياضة في حياتك من بدري كل ده ما يكون أفضل. الحاجة التانية تهتمي بالتغذية. أنا اكتشفت للأسف إن في بنات كتير حوامل وصغيرين في السن وعندهم سوء تغذية فظيع، يعني بنفضل نقول واحد واحد تاكل إيه. طب من وجهة نظرك البنت الحامل من واحد واحد تاكل إيه؟ لا يعني تاكل حاجات مفيده، يعني تبعد عن الحاجات اللي هي البروسيسد، الحاجات في فيتامينز معينه تنصحي بيها. ما اقولش ان انا عندي طفل فباكل، انا باكل وباكل حد تاني معايا، لان ده مفهوم غلط جدا. نوعيه انا باكل ايه هي النوعيه وليس الكم. الكم الكميه هي المشكله في الكم. طب والفيتامينز؟ الفيتامينز بدي مكملات غذائيه طبعا. حضرتك دكتوره مثلا بتنصحي بيها البنت الحامل في فترات معينة؟ اه طبعا بننصح في حاجات معينة، يعني من الحاجات المهمة طبعا الفوليك أسيد هو بس معروف ده في الأول 3 شهور. في حاجات بنضيفها أكوردينج بقى للحالة، يعني كل حالة individual مختلفة، يعني في حاجات اه بنمشي عليها العيانة فترات، وفي حاجات لا العيانة دي مش محتاجة، هي كويسة جدا ومهتمة بتغذيتها وأبديتد وبتقرأ وكل لكن حاجة. لكن أحسن رياضة للحامل إن هي تمشي دي ده safest يوميا، دي أأمن حاجة. اه لكن هي ممكن تمارس اي نوع من انواع الرياضه. اه بس يعني بيجيب فايده؟ آه يعني بيقوي العضلات زي طبعًا. ما احنا بنقول بتقوي العضلات وفي نفس الوقت بتخلي الولاده ميسره وسهله. أوكي. مش متعثره باي حاجه، لان من الحاجات برضو اللي بتسبب مشاكل انها ممكن تكون ولدت مره واحده بس كانت ولاده متعثره، يعني قعدت فتره الولاده على ما خرج البيبي فتره طويله، فكل ده العضلات مشدوده وفي شد وفي بوش كل ده بيرهق العضله جدا وبيرهق التون بتاع الليجمنتس كمان بتاعتها. فبالتالي احنا بس هنضيف حاجه بس، ان الحاجات دي كلها اذا ادت لخلل او ضعف في العضلات بتاعه الحوض ليها علاج، والعلاج ده ممكن يكون جراحي عشان تحافظ على نفسها وتحافظ على المثانه بتاعتها فتعرف تتحكم في البول، تحافظ على العلاقه الزوجيه بتاعتها، تحافظ على جسمها بكل نواحي، يعني تقدر تعيش فتره اطول وهي مستمتعه بنفسها. بشكرك يا دكتور مرسي جدا على المعلومات الجميله. مرسي شكرا. مرسي يا دكتور اسعدتينا ونورتينا وشكرا لمعلوماتك. شكرا لكل مشاهدي ستات على نهار، دمتم بخير، نشوفكم على خير. تحياتنا لحضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده على الهواء مباشره من ستات.